خير خير يا دكتور، طمني بالله عليك، لقيت ايه في التحاليل؟ للأسف النتيجة ما تطمنش خالص، وشكي طلع في محله. للأسف روز تعبانة جدا ولازم تاخد بالك منها. اتفضل اتفضل على طول، قول بدون مقدمات، انا مش مستوعب ومش قادر افكر انت قصدك تقول ايه. قول. للأسف بنتك عندها كانسر وفي المرحلة التانية، ولازم تبتدي العلاج الكيميائي على طول، ما ينفعش نستنى عليها أكتر من كده، حالتها هتتدهور وهتتعب بزيادة. أنا مش عارف انتوا ازاي ما خدتوش بالكم من الأول، بس إن شاء الله نقدر نلحقها ونعمل اللي نقدر عليه. أنا آسف. انت بتقول ايه؟ مستحيل مستحيل يكون بنتي عندها كانسر، ازاي؟ دي بنتي الوحيدة، انا ما عنديش غيرها، ما طلعتش في حد تاني من الدنيا غيرها، ازاي تقول الكلام ده؟ ازاي ازاي؟ التحاليل حضرتك هي اللي بتقول مش انا اللي بقول، ولو مش مصدق خد عينة منها وحللها في معمل تاني عشان تتأكد برضه. بس هترجع تقول لي هنبتدي امتى العلاج، وياريت بأقصى سرعة نبتدي معاها العلاج. أنا آسف إني بقول لك الكلام ده. مالك يا أستاذ حمدي؟ شكلك متغير خالص ووشك متعصب ومجهد. خير سلامتك، وبعدين جاي النهاردة متأخر، مع إنه مش طبيعتك تيجي متأخر الشغل يعني. يا رب يكون في خير. أنا ما كنتش هاجي الشغل أصلا النهاردة، بس ما قدرتش أروح البيت، أنا بنتي تعبانة قوي وما قدرتش أروح البيت. طب هقول لأمها إيه؟ وهقول للبنت نفسها إيه؟ أنا مش عارف، أنا الدنيا دايرة بيا، قلت أرجع الشغل، مش عارف أعمل إيه ولا أقول إيه. لا إله إلا الله، سلامتها، مالها مالها روز بنتك؟ بنتي طلع عندها كانسر وفي المرحلة التانية، ما كناش نعرف، لسه عارف الوقت من الدكتور، ومش قادر اروح البيت واواجه امها واواجهها. انا مش عارف مش عارف اعمل ايه. ايه بتقول ايه؟ كانسر؟ يا لهوي، لا اله الا الله، وده جالها منين ده؟ ولا جالها ازاي؟ دي كانت زي الفل، دي كانت معاك في الشغل الاسبوع اللي فات، ازاي وامتى؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ربنا يصبرك. مش عارفه اقول لك ايه، ربنا معاك. تأمرني باي حاجه اعملها لك؟ طب مش عارفه اقول لك ايه، ربنا يكون في عونك ويصبرك ويشفيها لك يا رب ويكبر بخاطرها. اسمع اللي هقوله لك دلوقتي، بس من غير ما تعلقي ولا تعلي صوتك. انا جبت نتيجة التحاليل وعرفت نتيجة التحاليل خلاص، وهو ان البنت عندها كانسر في المرحلة التانية، ولازم وضروري تبتدي مرحلة العلاج. تمام؟ انت بتقول ايه؟ ازاي؟ ازاي؟ طب جالها ازاي؟ ومنين؟ ومعرفناش قبل كده ازاي؟ انت متأكد من اللي انت بتقوله؟ ولا نودي النتيجة دي لأي حد تاني يشوفه ويتأكد منها؟ الموضوع انت بتتكلم فيه ده صعب خالص، انا مش قادر استوعبه. انت بتتكلم بجد؟ طب هنعمل ايه وهنتصرف ازاي؟ البنت هتضيع مننا، انا معيش الا هي، انا مكرسه كل حياتي عشان خاطرها وعشان اقدر اساعدها. انت بتتكلم بجد؟ للاسف نتيجه التحاليل سليمه 100%، أنا خدت نتيجة من الدكتور وعديت على معمل تاني أكيد لنفس النتيجة،
دلوقتي كل همنا ان احنا ندور على العلاج بتاع البنت ونشوف هنعالجها فين وازاي ومع مين. هو ده المهم دلوقتي. انا مش عارف هقول لها ازاي وهي هتتعامل ازاي مع الموقف اللي احنا فيه ده. قوليلي يا ماما، قوليلي في ايه؟ انا حاسه ان انت مخبيه عني حاجه. انا تعبانه عندي ايه؟ قوليلي بصراحه. اصلها ايه يعني؟ قلتلي دلوقتي البسي وتعالى ننزل ونخرج سوا. في حاجه انت عايزه تقولها لي ومش عارفه تقولها لي ازاي؟ قوليلي انا مستنياكي. اتكلمي قولي. انا مش عارفه اقولك ازاي، بس لازم تعرفي عشان في كورس لازم تمشي عليه. انت تعبانه يا حبيبتي وربنا اختارك عشان يختبر صبرك، بيختبر صبرك يا حبيبتي بالمرض اللي هو جابهولك ده، عشان هو بيحبك، عشان كده ربنا جابلك التعب اللي عندك ده، وهو اسمه كانسر، هو سرطان. بس احنا مش هنسيبك، هنوديكي وتتعالجي وهتبقي كويسة، احنا واقفين معاكي وفي ظهرك. معلش ده ابتلاء من ربنا، كنت اتمنى ان هو يجيلي انا وما يجيلكيش انت يا حبيبتي ابدا. اكيد اكيد ده عقاب من ربنا مش ابتلاء ولا حاجة، اكيد ربنا بيعاقبني على حاجة وحشة انا عملتها، بس انا مش فاكرة انا كنت عملت ايه. مش معقول يكون ربنا بيبتليني عشان هو بيحبني، اكيد ربنا زعلان مني عشان كده بيعاقبني بالمرض ده. بس انا هستحمل يا ماما ما تخافيش، ومش عايزك تعيطي بعد الشر عنك ما يجيلك اي حاجة وحشة. انا فداكي انا يا ماما. لا 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 يا قلبي اوعي تقولي كده، ده اسمه ابتلاء مش عقاب. ربنا بيحبك عشان كده بيبتليكي. الابتلاء بيأتي على شكل انك تفقدي شخص عزيز عليكي او على شكل مرض، عشان كده ربنا بيحبك وبيشوف هتصبري ولا مش هتصبري. وانا عارفة ان انت جدعة وجميلة وهتصبري، انت قوية وانا وباباكي واقفين معاكي ومش هنسيبك. بس اهم حاجة انك تاخدي العلاج بتاعك في ميعاده، ده حاجة مهمة جدا اللي هتقضي على المرض اللي عندك ده يا قلبي. عشان خاطري خلي بالك من نفسك، حتى وانت في المدرسة خدي العلاج بتاعك في ميعاده عشان ابقى مطمنة عليك يا حبيبتي. حاضر يا ماما ما تخافيش، انا هاخد العلاج اللي هتقوليلي عليه ومش هزعلك، والله ما هنساه في المدرسة خالص. ماشي يا ماما. وعشان تعرفوا حصل ايه لروزا تابعوا معايا الجزء الثالث في القصة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل القصص والحكايات مع ماما نونه.